الو الو لي زامي، صباح الخير عليكم، صباح النور. دونك ما لقيتش كيفاش ندور الكاميرا ليا، لحقاش فريمون ما لابساش مزيان. دونك هاد النهار هذا غادي ندوزو معايا، كيفاش غادي ندوزو في الدار؟ يعني غادي ندوزو نهير معايا وصافي، بوسك انا كيعجبكم بحال هاد لي فيديو. في نفس الوقت غادي نعطيكم كلكو كونساي على اي برودوي، على اي حاجه. فوكس كاميرا، غادي نعطيكم كلكو كونساي على دي تروك، فبقاو معايا وما تمشيو فين. فالبنات الفطور ديالي في الصباح هو اهم حاجه، دونك هذا هو لو تروك اللي وليت كنفطر بيه مؤخرا. فكان كندير لي فخوي هكا، ماما كتصايبو ليا، دونك لي فخوي كيتقطعوا، والرمان، البنان، يعني لي فخوي اللي كاينين في الدار، اللي عندك متواجده في الدار. لان انا الا ما درتش الفواكه بحال هكا ما تناكلهمش، تخيلوا البنات ما تناكلش، ما ناكلش كاع لي فخوي. فهاد الطريقه مزيانه. كنزيد عليهم ياغورت وصافي، كتجي فريمون صحيه وبنينه. البنات قبل ما غادي ندخل للدوش، دونك شعلت الحمام باش يسخن، مشيت فطرت شويه. دابا غادي نحيد عليا هاد الصباغه هادي، بوزك انا بدات كتقشر فنحيدها كان احسن. اي فوالا البنات، المهم حيدنا الصباغه. ديغنييرمون وليت كنفكر احتمال 80% انني نولي ندير لو جيل بالنسبه لي زونغل ديالي. ديجا كنت درتو صراحه، هو زوين وكيبقى مده طويله، مي البروبليم عندي انا في دفراني سي كو دفراني كيطوالو دغيا، دونك دفراني كيطوالو بسرعه غير متصوره. ايوا صافي، داكشي علاش كنت اضطريت انني نحيدو، لان بداو كيتدفعوا لي زونغل وبدا كيبان داكشي طويل. دابا عاوتاني قلت بدات نمشي نديرو، سينو غادي ندير دي فو زونغل. المهم مازال ما عرفتش، ان شاء الله دابا نشوف. حقاش عطيت واحد البيريود طويله لي زونغل ديالي باش يرتاحوا، طويله صراحه، ماشي غير ارتاحوا، تنفسوا ارتاحوا وتقطعوا طوالو، تقطعوا طوالو، تقطعوا طوالو وصافي. نشارك معكم شنو درت لشعري قبل ما دخلت للدوش. دونك درت لي هذا البارح، هاد المجموعه ديال الزيوت هادو اللي كاينه عندي انايا. دونك هاد المجموعه ديال الزيوت هادي راه ديجا بارطاجتها معكم، سينو ديروا اي عرام ديال الزيت اللي عندكم، زيت الكوك، زيت اللوز، زيت لافوكا، زيت الزنجلان، زيت الخزامه، زيت الخروع. مهم هاد الميلونج ديال الزيوت، لي زويل كاملين زوينين. ابخي سا مور دوك لي زويل كندير هاد الماسك هذا ديال الترا دو. دونك كل خطره شنو كندير، خطره كندير هذاك، خطره كندير هذاك، الاخر راه في الحمام وهذا كاين هنا. دونك كندير هذا وكنخليه في لي شوفو ديالي. دونك هذا ما كنديروش في شعري كامل، كنديروه في لا لونغور وصافي، زوين بزاف كيدغاتي. سي تو الكوبيدات ديالي، دابا غنمشي ندخل ندواش. فوالا، دونك الكبدات بالنسبه للبنات اللي مازالين حد الان كيسولوا على الشامبوان اللي كنستخدم، ميم سي صورت لا روتين ديال مي شوفو. المهم بالنسبه للشامبوان اللي كنستخدم فور لانستون هو هذا، صراحه زوين بزاف، البنات اللي استخدموه عجبهم خليوها لي في لي كومونتير. كنستخدم غير الشامبوان، ما كنستخدمش لا بري شامبوان ديالو، ما كنستخدمش الماسك ديالو، ما كنستخدم حتى شي حاجه، دونك كنديرو غير هو بوين فينال. كونسيرمون لا بري شامبوان كنستخدم ديال تريزيمي، دونك كاين ديال الكوك وكاين هذا ديال الكيراتين سموث. مهم هادو هما لي دو اللي كيتعلقوا بالشعر، بغيت نوريهم ليكم. صراحه انا هذا كيعجبني، وافقني في شعري بزاف بزاف بزاف، واخا كيخلي لي شعري بيان ايدغاتي، يعني انا شعري مزيت ديجا، فاي شامبوان درتو ليه كيبقى ايدغاتي، ما عندي ما ندير ليه، ما لقيتش ليه شي حل. زعما البنات اللي كيعرفوا شي حل الشعر الدهني بزاف يقولوها ليا. تخيلوا البنات كنغسل شعري مثلا، نغسلو دابا في العشيه غادي يتزيت، فهمتوا؟ دونك هذا هو النوع ديال شعري انايا، ما وما باغاش ندير ليه شي حاجه عاوتاني باش تنشف ونصدق ندمانه. عارفه روحي غلطانه، باغي نصلح الغلطه اللي بزاف. نسكت حسن. المهم نيكست، كما قلت لكم كاينين دي تخوك اللي كيديروهم البنات باش كينشفوا شعرهم، ولكن انا اختي يخرجوا لي على شعري. ويلي اختي،
ايه دونك البنات دابا غسلت الوجه ديالي. بالنسبه للوجه ديالي غادي نغسلو بهذا لو جينيتوايون هذا. من بعد غادي نستخدم هاد لو غوماج. دونك دابا غادي ندير هاد لو غوماج هذا ديال القرفه وفيه بزاف زعما ديال لي زانغريديون لي زوينين. غادي نغومي به الوجه ديالي وشنيفات ديالي وصافي. من بعد كنولي نغسل وجهي بلو جينيتوايون. علاش؟ لان هذا فيه بزاف ديال الزيوت وانا وجهي ديجا مزيت، فكنولي نغسل وجهي بهذا وصافي. ابري سا غادي نديرو جيل دوش، غادي نلبسو حويجاتنا وغادي نخرجو. لا فامي انا يلا دابا باش خرجت من الدوش فوالا يلا كنست في الحويجات اللي غادي نلبس. ما كنقدرش نلبس في الحمام اللي بحالي، خليها لي في الكومونتير فاش كنلبس في الحمام كلشي كيف زك. المهم غادي نحل واحد شويه استرجم لايك ذس، ندوز علينا الريضه يا اختي باش ما يشوفوناش. ايوا صافي البنات، بالنسبه كنت غادي نبارطاجي معكم لي زطاب اللي كندير من مور الحمام، مي قلت لا صافي راكي يلاه بارطاجيتي معاهم واحد الفيديو فيه شنو كديري مور الحمام كونسيرنون لي برودوي وداكشي. دونك ما تنساوش انكم تدخلوا وتفرجوا فيه، غادي تلقاوه في لي فيديو ديالي. سينو نقدر نخلي لكم في الاي اولا في لابار دانفو الا تفكرت. بغيتو تعرفوا شنو هما لي برودوي اللي كندير مور الدوش بالنسبه لوجهي، بالنسبه لذاتي، البارفان اللي كندير كونسيرنون الشعر، داكشي اللي كندير. فرا لا فيديو ديجا تصورات وديجا تحطات قبل من هادشي هذا وصافي. دابا غادي نمشي باش نرتاح شويه، نشرب شويه الماء ونتكونسونطرا شويه، لحقاش فريمون عييت كنعيا في الحمام، ما عنديش السفل انايا. و يا هذا مكان الكبيلات ديالي. المهم البنات غادي نبارطاجي معكم غير البيجامه اللي لبست دابا. ما عمر في حياتي لبست هذا ديال هذا وهذا ديال هذا. هذا ما عقلتش ملي كنت شريت واقيلا في اس واي كيكي ولا ما عرفت اشنو. وهذا غير بيجامه عاديه ديال فاندي وصافي. شعري غنخليه واحد شويه ينشف بوحديتو، حقاش انا شعري من النوع اللي ما كينشفش دغيا. دونك غادي نخليه ينشف بوحديتو واحد شويه وعاد نشوف اش بغيت ندير فيه. كيحمقوني السريولات بحال هكا اللي كيكونوا فيهم الجياب، جادور شوفوا جو الجويبات وكذا. ايوا صافي هذا ما كان البنات. غنمشي دابا ندير قشرات بالنسبه للرجليه، ما كيعجبنيش في الشتا نخليهم بحال هكا، فغادي ندير لهم اون كريم هيدراتاسيون من بعد غادي ندير قشرات وبس. وهذا ما كان. دونك البنات دابا جات الوقيته ديال الغدا. هنا كاينين دي ميني تاكوس، دي فخيت، داكشي ديال الدار، دي فخيت، سالاد، هريسه، صوص، هادي صوص بحال مايونيز، هي ماشي مايونيز ولكن هادي ما عرفتش شنو هي حقاش ماما اللي صايباتها. دونك هاد لاصوص هادي ما عرفتش شنو هي. ايه فوالا ما نساوش هذا ضروري ضروري، ولكن غير كويس يعني الا شربت دابا كاس في الليل غادي نشرب كويس صغير وبس وسالينا. نتغداو ونرجع لكم اكيد ضروري خاصني فاش نكون كناكل. هانتوما ما قدرتش ناكل حتى ندير شي حاجه اللي غادي نتفرج فيها. وشوفوا لا فوطو اللي كنصيبت راني درتها لكم في كوفرتور ديال يوتيوب، صراحه جات زوينه هاد الفوطو، حمقاتني انايا، عجبتني بزاف وما عرفتش لماذا عجبتني هذه التصويره. ايوا وصافي البنات دابا غادي نطلق شي حاجه نتفرج فيها وناكل وصافي. من بعد ما تغديت وداكشي دابا قلتوني غادي نصيب الشعر ديالي. شوفوا كي تبوكل ليا، كي تبوكل كامل. انا شعري الا ما درت ليهش مثلا باتشا او لا، فاش كيكون ناشف فاش كيكون زعما فازك يلا خرج من الحمام، ما خاصنيش ندير ليه السفنجه بحال هكا يعني نجمعو بحال هكا، ما خاصنيش نديرها ليه. اون فوا كنديرو السفنجه صافي كيمشي مع هاد لا فورم هادي، كيتبوكل سور بلاص. دونك دابا غادي نمشي باش غادي نصيب الشعر ديالي، غادي نصيبو بهاد العيبه. دونك غادي نصيبو بهاد لابوط هادي اختي، هادي بزاف اللي كيسولوني عليها واش كتصيب واش كذا. شوفوا بما ان شعري انا مبوكلي وكتخرج لي شعري زوين دونك راه كتصيب. بنات اللي كيسولوني عليها صافا واش هادي دو بون كاليتي واش غاليه واش هادي، الا ماشي الغاليه يعني هادي غير الكوبي ديالها ماشي لوريجينال. و صافي هادشي اللي نقدر نعطي لكم انا زعما كوم انفورماسيون على هادي. بالنسبه ليا انايا والماتني كتصايب ليا فيت في كتزرب عليا طق طق رق طق. بالنسبه للبنات اللي شعرهم قوي شويه الا كانوا دايرين شي سوا غادي توافقهم، الا كان شعرك قوي ودايره سوا غادي يوافقك. باغ كونطخ الا كان شعرك قوي وصعيب باش كيتصيب فما كنظنش، سينو خصك تاخدي لوريجينال باش تصيب لك تري 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 بيان شي تصويبه اللي تكون فريمون زوينه. هذا ما كان نمشي نشوف شعري ونرجع لكم. المهم لما تديو على هاد الرمله اللي كاينه اللور غادي نوريكم لي برودوي اللي كنستخدم. بالنسبه لشعري غادي نستخدم هذا بحال ان سبراي اللي كيحمي لك الصغبه و اون ميم طون كيهيدراتي الصغبه وكيعطي واحد لا بريونس. فوالا انا راه مازال في لو بوان ديال اني كنتيستي يعني مازال ما درتش. ابري سا كاين هاد لو سيروم هذا اللي كنستخدم انا اللي كنشري ديما، سا
صافي المشطه ديالي وهذه دوك غادي نصايب الشعر ديالي وغادي نرجع ليكم. خليكم معايا صافي شعري تبوك عاوتاني مشكله. المهم كناخذوا هذا كنرشوا بهذه الطريقه كنرش غير شي شويه ابري سا كنمشط. فوالا هو رطيطب ديجا نتوما عارفين نوع ديال الزغبات الشعر وليني متحرمش كتمشطيها كدير بوك هكا كتجي السعاده. سو نيكست غادي السيروم ما كنديروش دابا السيروم كنديرو حتى لافان حتى كنصايب شعري وكنسالي دابا غادي نديرو فيس داع. صور بنات البلانش شويه تبدل كنت عواله مبقى في الدار وغادي نصيب واحد اللعيبه كتكال يعني واحد الوجبه وداكشي ونجلس نتفرج في لا سيري ديالي ونكمل معاكم الفلوق. باغ كونطخ ويجي خويا ويقول لي يلا هي معايا للدار ديال جداتي وانا جمعت الوقفه وانا خصني اللي يقول لي يلا هي معايا فهمتوا انا على سبقه وهي تجي هي انا وانا نجي. صافي جينا للدار ديال جداتي سو ما عرفت الصراحه واش غادي نكمل لكم التصوير سينو غادي نحبس لكم هنا راه ديجا عطيتكم بزاف ديال الحوايج اللي زوينين. اسكت لكم خويا غيدير روتيني اليومي انا نوريكم خويا اعجابكم شوف الكمامه انا شوف الكمامه فين كدير ماشي هنا هنا كل البوليسات كنديروها فوق راسنا فوق راسك ايوا صافي. المهم البنات دابا انا يلا غادي نشوف شنو هو البلان ديال دابا ونشوف كملنا الفلوغ هذيك ما كملناش نشوفكم فيديو شي ما وريتكمش الاوتفيت اللي خرجت به بقوت اللي خرجت مزروبه صداع قوت اللي خرجت مزروبه لبست غير هاد البوليرو طويل كحل وصافي بقيت بنفس اللبسه زدت غير سبادري اوتفيت والكمامه لا حول ولا قوه.